أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية من جديد. الفنانة المصرية الأمريكية لارا سكندر اللي شفتوها في الأغنية بتقدم الجزء باللغة الإنجليزية مع الفنان المصري الكبير محمد حمائي في الأغنية بتاعت الاحتفالية الجميلة اللي شفناها النهاردة. هي فنانة مصرية ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية ودرست بأكثر من مكان للفنون فنون الغناء العربية وغيرها، ويعني منذ أن قدمت في ستار أكاديمي في الموسم السادس تحصد جوائز كثيرة وأصدرت أكثر من ألبوم غنائي في أكثر من أغنية بالإيطالية وأغاني تانية. والحقيقة كانت أدائها كان جميل وراقي وحسينا معاها من الفرح النهاردة، لأنه بعيدا عن ما سيجلبه هذا التطوير لمصر من خير، لكن انتوا اصلا حاسين ان شغلتكم بقت في سما. ايه رايك استاذ علي؟ سامعني حضرتك؟ انا مش سامعك. لا كده سامعك كده. سامعني كده؟ تمام، اتفضل يا فندم. الاول الحمد لله على النجاح اللي حصل، الناس تعبت، الريس شرفنا ونورنا، واقدر اقول لحضرتك ان مصر بتفرح، الصعيد بيفرح، الاقصر بتفرح، الاساريين بيفرحوا، المرممين بيفرحوا. يعني انتوا شرفتوا الرئيس قبل ما الرئيس يشرفكم، لانه الحقيقه 3.5 سنين من الانجاز ومن العمل الشاق ليل نهار. الحقيقه دي كلمه الرئيس دايما يقول لكم ويقول لكل المصريين اللي بيشتغلوا باخلاص، انتوا شرفتونا. يعني 3.5 سنين من مفتشي الآثار وعلماء الآثار والمرممين والقائمين على التنقيب. يعني كلمنا شوية عن هذه المسيرة اللي بصراحة يعني أنجزت شيء عبقري للعالم كله، خدمة للإنسانية كلها. أقول لحضرتك حاجة، أولا زمايلنا اللي شغالين في طريق الكباش مرممين وأثريين، كان في متابعة من السيد معالي دولة رئيس الوزراء، زي ما حضرتك تابعت كان في آخر 3-4 شهور كان كل أسبوع في الأقصر بينقل تعليمات من السيد الرئيس. ده صحيح. وزي ما شفنا حضرتك برضو إن السيد معالي دولة رئيس الوزراء لما نزل في سقارة بالحبل ونزل المقبرة، الراجل يعني لما حضرتك تلاقي رئيس الوزراء بيعمل كده أنت هتعمل إيه؟ هتنحت في الصخر. صحيح صحيح صحيح. لما يبلغ زمايلنا ان الرئيس بيتابع شغلكم هنعمل ايه؟ هننحت في الصخر. الحقيقه فعلا شيء جميل زي ما حضرتك تفضلت، ودي روح مصر اللي اتعمل بيها العظمه والامجاد اللي احنا بنحاول نحييها دي، هي دي الروح اللي موجوده دلوقتي. احنا بنقول للناس تعالوا شوفوا الحضاره القديمه والحضاره الحاليه. حضرتك زرعت والنهارده حصد. يا ترى النهارده مصر حصد. يا ترى في استاذي الفاضل استاذ علي في اكيد يعني هيبقى في تكريم لهؤلاء اللي تعبوا على مدار 3.5 سنين في ايصال هذا المشروع وهذا الانجاز الكبير امام العالم كله بيتكلم عليه النهارده. عايز اقول لحضرتك حاجه بامانه كده، الجائزه اللي احنا منتظرينها حصلت، ان الرئيس شرفنا في الاقصر ونور الاقصر. صحيح صحيح فعلا، يعني احسنت القول. طب قول لي يا استاذ علي، يعني احنا رصدنا قبل ما حضرتك تنورنا بدقائق مع اساتذه الاعلام، رصدنا كبريات وسائل الاعلام العالميه ووكالات الانباء والصحف وكيف تصدر هذا الخبر كل هذه الوسائط الاعلاميه. يعني بتشوف حضرتك انه هذا الاهتمام بالاثار المصريه وفي الجمهورية الجديدة لمصر ممكن يدفع بالسياحة المصرية لفين؟ طيب أنا هدي لحضرتك مثال حصل معايا النهاردة. تفضل. أنا موجود في وادي الملوك النهاردة حوالي الساعة 10، جت مجموعة من بلغاريا وحبوا يحضروا الاحتفالية وقالوا إحنا معانا كاميرات، في واحد معانا مصور
وهو في الأصل مذيع تلفزيوني. آه. بتواصل مع الجهات المعنية سمحوا لهم إن هم ال 35 فرد يروحوا يحضروا، وتم توثيق الحفل. وكان يعني أقول لحضرتك حاجة، إن ممكن مش أقل من 60% من جمهور التلفزيون البلغاري النهاردة شاف الحفل عن طريق المجموعة دي. مكسب كبير جدا. دي مجموعة عادية. دي مجموعة عادية، غير بقى التلفزيونات أكتر من 135 محطة النهاردة بتذيع مباشر. هايل. طب أستاذ علي، عايز أسألك عن على ذكر بقى التواصل مع الجهات المعنية. أنا كنت عندكم يوم الجمعة اللي فاتت ورجعت الاثنين، فكان طبعا المدخل الرئيسي للطريق مغلق لأن كان لسه الاستعدادات. هل كانت الوفود السياحية بتدخل بس من غير أوتوبيسات؟ هل منع دخولها وكانت بتخش المعابد من الناحية التانية، وده برنامجها الأصلي يعني ما كانش حاجة اتحرمت منها يعني؟ لكن عايز أعرف معدل وجودها، لأن احنا شفنا بعض الشخصيات الكبيرة، شفنا معاهم بعض من السياح بيتناقشوا معاهم وبيحضروا. سؤال كويس. النهاردة حضرتك الاحتفالية، الحكومة المصرية أعلنتها صريحة إن يوم الخميس بس معبد الأقصر بس مقفول قدام الزيارة. الكرنك مفتوح، الغرب كله مفتوح، وادي الملوك حتشبس، كل المناطق الأثرية مفتوحة. مفيش حاجة اسمها أوتوبيسات برا، كله بيدخل جوه، وكأن في تنظيم مسبك، كأن في زي إيه، عملنا تدريب على الموضوع. لا، السياحة عادية بتروح، بس هو إيه، قفلت معبد الأقصر عشان الاحتفالية بس. طيب أستاذ علي، خليني أسألك عن تفصيلة كده ربما مش كثيرين يعرفوها، إنه الحفل تضمن المسرح مقام على البحيرة المقدسة داخل معبد الكرنك لتنفيذ بعض العروض الاستعراضية. منظموا الحفل استخدموا لانش نهري، أول مرة ينزل مركب في هذه المياه من 4000 سنة. اتكلمنا عن القصة دي ازاي يعني؟ هو الفكرة ان هو كانوا عايزين يعملوا زي قمر صناعي، وهتلاقي حضرتك في العرض خلف الراقصات، بس هو مش مركب، يعتبر هو عبارة عن زي ستيج تحت المية بحوالي 20 سنتي، ما يظهرش للكاميرات، وبيبقوا واقفين عليه كأنهم واقفين على المية بالظبط. الله، عمل بحرفية جامدة. لا، هو اللي اتقال مش ان هو مركب، لا ده المركب اللي وصلتهم يعني. حقيقة كان شيء مبهر جدا يا استاذ علي. حياتك المركب كانت في النيل. كانت في النيل، وكل يوم كان بيعمل بروفات، وكانت الناس بتشوفها. طب قول لي يا استاذ علي، تقييم حضرتك لهذه الاحتفالية وما يمكن ان تدفع به السياحة المصرية، باعتبار حضرتك من العاملين في هذا المجال من فترة طويلة يعني؟ أقول لحضرتك حاجة، في كذا مردود للاحتفالية. تفضل. نتكلم عن المردود السياسي. المردود السياسي خلاص، الشعب ورا قيادته ورا حكومته بتروح أي مكان، بتفتتح، بتعمل حاجة تبهر العالم. ده سياسي. صحيح. الاقتصادي، أنا عندي شهر 12، أقدر أقول لحضرتك شهر 12 شهر واحد فول بوك. يعني لو حضرتك حاولت تعمل بوكينج، حاولت تعمل بوكينج دلوقتي مفيش. انا قلت يوم الجمعه، يوم الجمعه لما قابلت احد مالكي المراكب وقلت يوم الاثنين في الحلقه، ان هو قال لي ان احنا دلوقتي وصلنا 80%، لكن الان وحياتك بتكلمني وصلنا 100%. 100% هايل. وان شاء الله يا رب تبقى 150%. يا رب يا رب. يعني احنا كان عندنا الليالي السياحيه فعلا كانت بتتخطى ال 100% لاقامه اكتر من فعاليه في نفس اليوم، يعني ده مش بالزبط. كلام وهمي يعني. بالظبط. طب قول لي يا استاذ علي، عايز اسالك عن يعني هل تابعت وكالات الانباء والناس، قابلت ناس من جنسيات كتير زي الناس البلغاريين اللي حضرتك كلمتنا عنهم دول، وعبروا لك عن اعجابهم وانبهارهم باللي هم شايفينه؟ لان طبعا اللي احنا شايفينه النهارده ده برضو معمول ازيد من اللي هيشوفه السائح العادي في الاوقات العاديه. انا عايز اقول لحضرتك كلمه واحده، هي في اغنيه اسمها فيها حاجه حلوه. فيها حاجه حلوه، هي
هي دي مصر وهي دي لوس. أي شعب طيب، ناس طيبين، استضاف يعني شعب مرحب، دي بتفرق مع أي سايح أي جيست جاي مصر، هي دي اللي بتفرق معاه إن تترحب بيه. وأهم من كده برضو الأمن والأمان. صحيح، الحقيقة إنه يعني بقى فيها حاجات كتير حلوة مش حاجة واحدة، يعني العالم كله كمان برضو من المردود السياسي، يعني تكملة الكلام حضرتك لو سمحت لي، إن العالم كله بيتكلم عنك كدولة عظمى النهاردة، مش بيتكلم عنك على إن أنت بس قدرت توحد شعبك حوالين قيادته عشان تمشي لقدام. كلمة أخيرة من حضرتك للعالم كله اللي بيشوف البرنامج دلوقتي، وبتدعوهم إزاي للاستفادة واستثمار هذه الأماكن الرائعة في حياتهم كذكرى لا تمحى. تمام، أستاذ حضرتك في نقطة، هو الكلام أفيد ولا الفعل؟ الفعل. طيب ما أنت شفت الجمال، شفت الحلاوة، شفت الناس، يعني الفيلم الوثائقي ده تحفة. صحيح. حاجة صحيح، يعني احنا الناس مش عاملين لها ميك اب، مش عاملين لها، فاهمني حضرتك؟ راجل جاي كده طبيعي بالجلابية، هي دي مصر. صحيح. تعالوا زوروا مصر. بشكرك جدا يا استاذ علي، نورتنا حبيبي يا فندم. حبيبي شرفتك، كتر الف خيرك، شرفتنا يا فندم، والف الف مبروك لكل الاثريين والمرممين والمنقبين وكل العمال، من اصغر واحد بص لنا ايديهم وقول لهم سلم ايديكم، لان انتوا طلعتونا في الصوره المبهره دي. مبروك لحضرتك ومبروك لقناة ميسات اللي دايما معانا بتتابع أول بأول كل الأحداث اللي بتحصل، مش على في الآثار بس، لا في مصر عامة، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم وازدهار بإذن الله. جزيل الشكر الأستاذ علي رضا، مدير منطقة وادي الملوك الأثرية غرب الأقصر، وجزيل جزيل الشكر لحضراتكم على وجودكم معانا، وبشكركم جدا الحقيقة. خير ختام الأسبوع، يعني استمتعنا معاكم من خلال هذه الحلقة بهذه الاحتفالية، وإن كنا من أجلكم برضو ما قدرناش في وقتها نشاهدها كاملة من أجل الاستعداد، لكن واضح إن إحنا عندنا واجب وعندنا شغل كتير في الأيام اللي جاية. أشوفكم الأسبوع القادم على خير وحلقة جديدة.